والآن نتحول إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية. ووقفة أخيرة مع ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكما، ونتحول لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. والبداية بالقاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 15، الإسكندرية 22-15، مطروح 22-14، بورسعيد 23-17، الإسماعيلية 23-15، السويس 22-15، العريش 22-16، طابة 22-15، شرم الشيخ 27-19، والغردقة 27-18. الأقصر العظمى فيها 27، الصغرى 15، أسوان 28-15، الوادي الجديد 25-13، شلاتين 26-20، وأخيرا حلايب 25-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.